نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، نبدأها بالعناوين. الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي يدعوان لعقد جولة جديدة من المشاورات. ارتفاع قتل المواجهة المستمرة في الضالع إلى 14 مسلح. فعاليات احتفالية في تعز المحاصرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن موقف الجامعة واضح من القرارات التي تم اتخاذها، وهو دعم الشرعية في اليمن متمثلة في الرئيس عبد الرب المنصور هادي وحكومته. أضاف العربي في كلمته خلال انعقاد الدورة 145 لجامعة الدول العربية أن أي مفاوضات يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لترتيب عقد مشاورات جديدة بين الأطراف المعنية في اليمن. وبحث الأمين العام للمجلس الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماعه في مقر الأمانة العامة مع المبعوث الأممي ولد الشيخ، بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود التي يقوم بها لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية لإعادة الأمن والسلم إلى اليمن وفق المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. وفي سياق متصل، رجحت مصادر عسكرية وقبلية وسياسية مطلعة أن عملية تحرير العاصمة صنعاء ستتم عبر فرض طوق عسكري وقبلي لإجبار الميليشيا على تسليم العاصمة من دون قتال، في الوقت الذي تجرى فيه اتصالات مكثفة للعودة إلى المفاوضات. ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية أن وفدا حوثيا يتكون من مشايخ وضباط دخلوا إلى المملكة عبر منفذ علب الحدودي، في حين وصل وفد قادم من السعودية في وقت سابق إلى إحدى مديريات محافظة صعدة. وبحسب مصادر صحفية فإن هناك عملية تبادل لعدد من الأسرى بين الحوثيين والسعودية خلال الأيام الماضية. أفاد مراسل قناة بلقيس في تعز أن طائرات التحالف العربي نفذت عملية إنزال لكميات من الأدوية في مديرية المواسط بريف المحافظة. إلى ذلك استشهد مدنيان بعمليات قصف مدفعي عنيف شنته الميليشيا على عدد من الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى صبر والضباب وجبل حبشي. كما شنت الميليشيا قصفا بصواريخ الكاتيوشا على مدينة التربة دون أن يسفر القصف عن سقوط ضحايا. اختطفت عناصر مسلحة مسؤولا حكوميا في محافظة أبين قبل أسبوع، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة. وقالت مصادر محلية إن مسلحين ملثمين اعترضوا الثلاثاء الماضي وكيل محافظة أبين حيدر دحة أثناء مروره في منطقة مفرق المسيمير الواقعة في الجهة الغربية من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، واقتدوه إلى جهة مجهولة مشيرة إلى أن مصيره لا يزال مجهولا. وفي أبين أيضا تمر العملية التعليمية في المحافظة بأوضاع صعبة جراء الاضطرابات التي تشهدها المحافظة منذ سنوات. وفي زنجبار تعاني مدرسة الوحدة إحدى أقدم مدارس المحافظة تعاني من تصدع في جدرانها، ما يجعلها آيلة للسقوط في أي لحظة، فيما يواصل التلاميذ تعليمهم فيها. تقرير المراسل لطفي إبراهيم ومزيدا من التفاصيل. مما لا شك فيه أن المدرسة هي النواة الأولى لكل أمة وحضارة، لكن أوضاع المدارس في محافظة أبين لا تبين استشعار هذه المكانة الحيوية من قبل القائمين على العملية التعليمية. مدرسة الوحدة في زنجبار واحدة من أقدم وأعرق المدارس في محافظة أبين، تخرج منها الكثير من الكوادر في مختلف المجالات، وظلت هذه المدرسة من أفضل المدارس وأهمها على مدى سنوات طوال. واليوم ها هم التلاميذ فيها يقضون يومهم الدراسي بين جدران متصدعة ومتشققة. وضع المدرسة مزري جدا، لا تمتلك المدرسة أي مقوم من مقومات التعليم الحديث.
نحن في مبنى آيل للسقوط، أبناءنا قد يتعرضون للخطر في أي لحظة. المبنى متهالك، أكلت الأرض سقوف المبنى بشكل نهائي. المبنى بدأت تظهر به تشققات بعد حرب 2011 مع القاعدة والحرب الأخيرة مع المتمردين الحوثيين. ظهور هذه التشققات على الجدران جعل إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب يخافون من انهيار مفاجئ قد يحدث في أي لحظة. في كل صف زاد على 50 طالب، وإذا سقط سقف فوق هذا الطلبة بيروحوا كثير من الطلبة الجهال. طلبة قاعد يتعلموا بيموتوا فوق هذه السقوف المشرقة، والجدران تسقط فوقهم. وبحسب إدارة المدرسة فإن السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم غير مهتمين ولا مدركين لخطورة الوضع. لا محافظ، لا وكيل، لا مجلس محلي، لا مسؤول تربية، مدير عام تربية يجي ولف لفة وخرج من البوابة. هذه المخاوف تتزايد مع تزايد عدد التلاميذ في المدرسة، ومع كل يوم يمر يزداد الخطر يهدد حياة التلاميذ في هذه المدرسة، ويزداد الأمر تعقيدا وبحاجة إلى وقفة سريعة وجادة لتلافي المشكلة قبل حدوثها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. ذكرت وكالة الأناضول أن 15 من عناصر الميليشيا قتلوا في كمين نصبته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية إن المقاومة نصبت كمينا في إحدى الطرقات بمنطقة يسير، أسفر عن مقتل 15 من الميليشيا، مشيرة إلى أن الكمين استخدم فيه قذائف الار بي جي. هذا وتتواصل المواجهة العنيفة بين المقاومة والميليشيا في عدد من الجبهات في المحافظة، منها قيفت رداع، الزاهر، الحبج، مناطق أخرى أيضا في البيضاء. إلى الضالع، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 14 قتيل في المعارك العنيفة بين المقاومة والميليشيا. وأكدت مصادر ميدانية استمرار المعارك في مناطق يبار والعذارب وحماك في الجهة الغربية من محافظة الضالع، وسط تقدم للمقاومة في عدد من المواقع في يبار. وخلال المعارك استولت المقاومة على عدد من القطاع العسكرية وكمية كبيرة من الذخائر في المواقع التي تم تحريرها. ومعنا من الضالع مراسلنا محمد المريسي. محمد، ماذا عن آخر التطورات الميدانية اليوم في الجبهة الغربية من الضالع؟ المعارك التي دارت يوم أمس في جبهة يبار الواقعة بين محافظتي الضالع وإد في الجهة الغربية من محافظة الضالع. نعم. بجوار جبهة حمد على خط على خط مستقيم بين محافظة الضالع وإد، أيضا الميليشيات الحوثي وصالح ضرب أو إخراج الجثث التي ما زالت على جبل يبار وعلى جبل بفار وايضا الجبال المطله على حمد، حيث ما زالت بعض الجثث موجوده الى هذه اللحظه، لم تستطع ميليشيات الحوثي الوصول اليها. ايضا المقاومه الشعبيه اليوم ردت بالمفتعيه على بعض المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي كتبت صناع الواقعه بين العذارب وبين بفار. نعم. اليوم بالمدفعية إلى قرى واقعة في حمد وفي إبار. وماذا عن التطورات للأوضاع في الجبهة الشمالية في تخوم مدينة دمت؟ نعم، جبهة حمد وجبهة مريس، جبهة مريس الواقعة شمال الضالع، هذه الجبهتان لا تقف عنها الاشتباكات لا يوما واحدا. هناك في جبهة مريس دارت يوم أمس الليل أو قرابة الفجر ضرب بالأسلحة الثقيلة، ربما الميليشيات حاولت التقدم أو دعم الجهة الأمامية لها، لكن المواقع المطلة في المتقدمة من منطقة مريس هي من ترد وتقطع الإمداد الذي يأتي للميليشيات عبر منطقة العرفاف وأيضا إلى منطقة يعيش الواقعة بين مريس والعرفاف. نعم، كان معنا من الضالع مراسلنا محمد المريسي، شكرا جزيلا لك. بدأت العملية الدراسية في جامعة حضرموت بالانتظام بعد أن أعادت رئاستها النظر في قرار إيقاف الدراسة
الذي كانت قد اتخذته قبل أشهر، وهنالك تخوفات من توقف الدراسة مجددا بالجامعة في ظل استمرار تواجد العديد من المعوقات. مراسلنا محمد اليزيدي ومزيدا من التفاصيل. من جديد، عادت الحياة لتدب في حرم كليات جامعة حضرموت بعد توقف استمر لأكثر من شهرين. وجد خلالها طلاب الجامعة أنفسهم مجبرين على تجميد خطواتهم وطموحاتهم المستقبلية والبقاء حبيسي جدران منازلهم بعيدا عن مقاعدهم الدراسية، أو هكذا أريد لهم. لكن إرادة الطلاب كانت أكبر من أن يتم احتواؤها أو فرض الإقامة الجبرية عليها، فخرج الطلاب إلى الشوارع هاتفي بأن العلم نور والجهل ظلام، فامتلأت بهم الشوارع وأروقة كليات الجامعة التي لم تتوقف فيها الأنشطة الطلابية والاحتجاجية المناهضة لقرار إيقاف الدراسة، فكان لهم ما أرادوا وتراجعت الجامعة عن قرار الإيقاف. بفضل الله بدأنا انتظام الدراسة من هذا الأسبوع، وهذا ما كنا نطالب به كطلاب في اللجنة الطلابية بجامعة حضرموت، حيث قمنا من قبل بفعاليات عدة كوقفة احتياجية طالب السنة في الدراسة، وقمنا بمتابعة مع رئاسة الجامعة ومع الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. بدأ السنة في الدراسة في جامعة حضرموت. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم اللجنة الطلابية التي بفضلها تم السنة في الدراسة، ونتمنى الأفضل لحضرموت ولجميع الطلاب إن شاء الله. ومثلما كان قرار الإيقاف مفاجئا، كان قرار العودة كذلك. وفي كلا القرارين اتخذت قيادة الجامعة ومسؤوليها على كافة الأطر والمستويات موقفا صامتا، أبدت من خلاله رفضها الحديث أو التفسير لمندوبي وسائل الإعلام والصحفيين الذين لم يجدوا أي تجاوب يذكر من قبل الجامعة للحديث عما يحدث فيها. وإذا ما كانت دوافع الإغلاق قد انتهت، رغم أن الكثير من المعطيات تؤكد عدم حصول ذلك، فلا ميزانية تشغيلية كافية باتت متوفرة لدى الجامعة وفقا لبعض التسريبات، ولا حتى عودة للكادر التدريسي الأجنبي الذي غادر الجامعة مع اشتداد تأزم الأوضاع في البلاد بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. نشعر بعدم اكتفاء تواجد الكادر التعليمي بشكل مكتمل هنا في الكلية، في بعض النقص في الدكاترة خصوصا الدكاترة الأجانب، عدم توفرهم في جامعة حضرموت، وهذا يشكل عبء على الطالب في الجانب التعليمي. بدأت الحياة تدب من جديد في أروقة جامعة حضرموت مع عودة العملية الدراسية، لكن حتى هذه العودة مهددة بالكثير من التحديات، في أقلها عدم توفر الميزانية التشغيلية. محمد اليزيدي لقناة بلغيس، جامعة حضرموت، المكلا. أكد ناشطون حقوقيون أن الأطفال في اليمن هم الفئة الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة في البلاد. وقال الناشطون خلال فعالية نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في جنيف إن أكثر من 700 طفل قتلوا منذ سبتمبر من العام 2014. ربما تكون الرصاصة التي انطلقت من هذه البندقية هي نفسها الرصاصة التي استقرت في هذا الجبين، ليس ذلك ببعيد. فالإحصائيات الحقوقية تقول إن عدد الأطفال المجندين يساوي تقريبا عدد الأطفال الذين سقطوا ضحية لهذه الحرب. عدد الأطفال المجندين أو المستخدمين في النزاع باليمن تضاعف من 377 طفلا العام الماضي إلى قرابة 700 خلال العام الحالي، وهو العدد الذي تم التحقق منه فقط حتى الآن. وتشير منظمة اليونيسف إلى أن متوسط عدد الأطفال الذين يقتلون أو يشوهون في الحرب الدائرة منذ عام في البلاد يصل إلى 8 أطفال في اليوم. من ظاهرة تجنيد الأطفال أسباب كثيرة، يأتي الفقر في المرتبة الأولى من قائمة هذه الأسباب. أغلب الأطفال المجندين هم ممن تسربوا من المدارس أو من المناطق التي لا تهتم بالتعليم. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن ميليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم الأطفال بشكل متزايد منذ انقلابهم على السلطة. أما منظمة اليونيسف فتقول إن الأطفال يشكلون ثلث إجمالي عدد المقاتلين في صفوف الميليشيا وجماعات أخرى في اليمن. ومؤخرا دعا رئيس الوزراء خالد بحاح إلى عدم تجنيد الأطفال الذين لم يتجاوزوا مرحلة الثانوية. جهود حكومية كثيرة
سعت إلى القضاء على هذه الظاهرة. ففي مايو 2014 وقعت الحكومة اتفاقا مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولكن انقلاب الميليشيا على السلطة الشرعية وجه نكسة قوية لهذه الجهود، حيث كان الأطفال وقودا لهذا التمرد. هناك تقرير من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة ذكرت النص أن الحوثيين عملوا على تجنيد الأطفال. هذه هي الحكاية إذن، إما أن يكون الطفل هنا قاتلا أو ضحية، أو بالأصح أن يكون كلاهما الضحية. النشرة مستمرة معكم من قناة بلقيس، وفيها بعد الفاصل. مرضى الأورام في الحديدة يعانون أوضاعا مأساوية تهدد حياتهم. نحن الآن في منطقة حمد، المنطقة الفاصلة بين محافظتي القالع وعبد. استبشر المواطنون خيرا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الأهلي الحضرمي. بادرة أولى نحو إحياء المشهد الثقافي في عدن تتمثل بتأسيسها. بدأت تأثيرات عصارة شابالة بهطول الأمطار على معظم مناطق حضرموت تصحبها جهودا ضئيلة للسلطة من أطراف محافظة الجو. هكذا يستعد أبناؤها لمعركة فاصلة تحررهم من قبضة ميليشيات الحوثي وقوات إسرائيل. كل الأحداث في تعز، لا يمكن للعالم أن يشاهدها إلا في ظل بقاء عدسات الصحفيين يقظة قبل عيونهم، وهو ما يجعل البعض يسابق الزمن في نقلها حتى ولو كلفه حياته. الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي يدعوان لعقد جولة جديدة من المشاورات. ارتفاع قتل المواجهات المستمرة في الضالع إلى 14 مسلح. فعاليات احتفالية في تعز المحاصرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أهلا بكم مجددا. قال وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان إن الكلفة التقديرية للأضرار المادية بمحافظة عدن بلغت 20 مليار ريال، وأوضح الوزير أن هناك 3000 شقة سكنية ومشروعات أخرى سيتم تنفيذها في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع ضمن الاحتياجات الطارئة، فضلا عن مشاريع إعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة في محافظات عدة. وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لترميم أكثر من 6000 مسكن بتمويل حكومي بنحو مليار ريال ونصف المليار. حيت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان المرأة في كل مكان، والمرأة اليمنية والعربية على وجه الخصوص، وقالت إن المرأة العربية تخوض كفاحا مريرا ونبيلا لنيل حقوقها، ولا شك أن كفاحها العظيم سوف يثمر حتما. وأضافت كرمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة ليست أقل من الرجل، والأشخاص الذين يصرون على التمييز لا يمكن أن يكونوا أسوياء، مشيرة بأن المرأة التي تنعم بالحرية وتعتز بذاتها هي امرأة يمكن التعويل عليها في بناء المجتمعات القوية والمتماسكة. واعتبرت كرمان أن تهميش المرأة والانتقاص منها يجعل المجتمع في حالة إذعان مستمر. في تعز المحاصرة أقيمت فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على الرغم من الحصار الذي تعانيه المدينة منذ أشهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نساء تحت الحصار والقتل، بهذا الشعار احتفل تكتل المبادرات النسائية باليوم العالمي للمرأة، احتفاء من نوع آخر جسدت في فقرته ما تتعرض له المرأة في تعز في ظل سطوة الميليشيات الانقلابية التي تنتهك كل الحقوق دون مراعاة للإنسانية. في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه محافظة تعز، ما زالت المرأة التعزية أسطورة، ما زالت المرأة التعزية معجزة تحتفل بيومها العالمي لتثبت للعالم بأجمع بأن المرأة هي المرأة تلك المرأة. وفي الاحتفال الذي حضره العديد من الشخصيات والواجهات الاجتماعية، ندد تكتل المبادرات النسائية ما تمارسه الميليشيات الانقلابية على مداخل المدينة من انتهاك صارخ لحرمة المرأة، داعيا في الوقت ذاته كل المنظمات الحقوقية للعمل على تعرية الميليشيات الانقلابية من زيفهم وخداعهم.
نقول لهذا العالم يا أيها العالم نحن في سجن تعز الغير آمن، فانظروا إلينا، فهل هذه من حقوق البشر التي تتغنون بها؟ وضع المأساوي وحصار الخانق لم يمنع نساء هذه المدينة من الخروج والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ولكن بطريقتهن الخاصة. حمزة أمين، قناة بلقيس، محافظة تعز. تحتفل النساء في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس في كل عام، وبالمناسبة قررت إدارة قناة بلقيس تكليف كادر نسائي بإدارة القناة تمثل بتكليف الزميلة إلهام عامر مديرا عاما للقناة، والزميلة وئام الأكحلي مديرا للأخبار، والزميلة أزهار علي مديرا للتشغيل لمدة 24 ساعة. هي سيدة الأرض وهذا يومها. 8 مارس هو اليوم العالمي للاحتفال بالتقدم الذي أحرزته المرأة عالمياً، سواء بإنجازاتها التي غيرت مسار التاريخ في الكثير من الأحيان، أو محاربتها لبعض الثقافات البالية الرجعية لتحسين مكانتها في المجتمع، أو تضحياتها التي قدمتها على مذبح الحرية. يعد الاحتفال بالمرأة في هذا التاريخ تحدياً ضمن أهداف هذا اليوم، بالإضافة للدعوة إلى التغيير وتطويرها والاعتراف بتضحياتها. المرأة اليمنية لم تكن بعيدة عن كل هذه التضحيات، فمنذ إشراقة الثورة الأولى وما تلاها حتى اندلاع ثورات الربيع العربي عاشتها المرأة اليمنية بمختلف مراحلها، إلى جوار إسهاماتها في الجوانب التعليمية والاقتصادية والاجتماعية. كانت منها الأديبة والطبيبة والمربية والمحامية، إضافة لذلك النساء اليمنيات أضفن إلى رصيدهن ثورة وتأريخ، خصوصا أولئك اللاتي لا يزلن صابرات حتى اللحظة في مدن الحرب التي تشنها الميليشيات في تعز والبيضاء والحديدة وشبوة وصنعاء. مع تشكل البدايات الأولى للثورة الشبابية الشعبية السلمية كانت في الصفوف الأولى لها، بل ذهبت أبعد من ذلك لتقدم حياتها ثمناً لفكرة التغيير التي آمنت بها، وأشعلت الساحات والميادين بحضورها المشرق. هنا في بلقيس كانت نسخة مغايرة مما ينبغي أن تكون عليه هذه الاحتفالية. أوكلت إدارة القناة لمجموعة من الزميلات الصحفيات بعد إجراء قرعة، فتولت الزميلة إلهام عامر الإدارة العامة، ووئام مختار إدارة الأخبار، وأزهار علي إدارة التشغيل، كجزء من تكريم المرأة في يومها العالمي، لتبقى هي في كل المراحل المربية الأولى والراعية، ليس في هذا اليوم بل وفي كل الأيام والأعوام. إلى جوار ذلك تبقى هي الأم والأخت والشقيقة، بل هي الحقيقة الخالدة التي تقول المرأة وطن. ومعنا في الاستوديو مدير عام شركة بلقيس ميديا الأستاذة هناء صالح. أستاذة هناء مساء الخير. أهلا وسهلا. يصادف اليوم مناسبة لليوم العالمي للمرأة، واتخذتم قرار بتكليف كادر نسائي لإدارة قناة بلقيس، فما الذي يمثله هذا القرار؟ هو بالبداية حبيت أنوه أنه هو كثير من المناصب القيادية في داخل القناة وداخل شركة بلقيس ميديا هي تعود للنساء، ولكن منصب مدير عام القناة تحديدا كان للرجل، وتكريما عادة هي جرت العادة بأنه تعين المرأة قيادية في هذا اليوم وتتخذ فيه قرارات، تكون يعني إن لم تكن هي كقيادية تتخذ قرارات يكون لها أثر يعني فيما بعد يعني. وما الذي تعنيه هذه المناسبة للمرأة اليمنية بشكل عام؟
هو الجدير بالذكر في الوقت الذي تحتفل به المرأة في كل العالم أو يحتفل العالم بالمرأة في كل أرجاء المعمورة، المرأة اليمنية ما زالت محاصرة من كل شيء. يعني على سبيل المثال المرأة في تعز، تعز المحاصرة من كل شيء حتى من الأكسجين. احتفلت المرأة في تعز وأوصلت صوتها واحتفلت بطريقتها الأكثر من مبدعة، يعني فكان هناك طرق كثيرة لكي تصل المرأة اليمنية صوتها يعني في هذا اليوم، ولم تتنازل عن الاحتفال بهذا اليوم. إن لم يحتفل بها يعني شعبها وقيادتها فهي تحتفل بطريقتها المعينة. المرأة التي تدفع ثمن هذا الحصار قبل الرجل، لأنها أكثر حسب التقارير التي ترد من الأمم المتحدة، المرأة والطفل هم الأكثر تضررا من آثار النزاعات المسلحة، وهي التي هي التي تتولى كل ما يترتب عن هذه الحروب. في الأخير المرأة هي التي تتولى كل هذا الأمور. ناهيك عن أنها أيضا في الوقت الذي يسعى فيها الرجال إلى إشعال الحروب، أنا لا أعمم هنا، المرأة في على مر الأزمان وفي كل الأماكن هي داعية سلام دائما. شكرا جزيلا لك أستاذة هناء صالح، والتي كانت معنا في الاستوديو للحديث عن مناسبة اليوم العالمي للمرأة. إلى الحديدة، حيث يعاني مرضى السرطان من أوضاع مأساوية تهدد حياتهم جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والجرعات الكيميائية. وتحدثت مصادر طبية عن ارتفاع كبير لأعداد المصابين، وهو ما يمثل تحديا جديدا للمركز. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بلا خيارات أخرى يتزاحمون أملا في الحصول على ترياق حياة. هنا في بوابة مركز علاج الأورام في محافظة الحديدة يعاني مرضى السرطان من نقص شديد في الأدوية والجرعات الكيميائية بسبب الحرب، فهم يستلقون هنا على هذه الأسرة على جنبات الممرات الضيقة، وقد هد المرض حيلهم وأعياهم الانتظار. يقطع كثيرون من هؤلاء المتعبين مسافات طوال، يتكبدون الكثير من المشقة والمعاناة، لكن غياب الدواء ضاعف من صدمتهم وأحال أوجاعهم رهن خيبة لا تطاق. في نقص أدوية من الصيدليات، ما فيش في تأثير قوي، بعض أدوية ما توجدش وأدوية موجودة، ويقوم الأطباء بعملهم بدور كبير ولا بنفي، يعني ممتازين. كثافة مرضى بشكل أكثر من المعتاد طبعا بسبب الظروف اللي تمر فيها البلد. نتيجة ذلك طبعا حصل احتياج أكبر للأدوية. الاحتياج الأكبر للأدوية مع وجود الشحة اللي موجودة في الأسواق وقلة الاستيراد بدأنا نعاني مشاكل. المشاكل هذه طبعا يعني حصلت في تأخر الحالات لعدم وجود الأدوية وسوء حالتها. يحاول المعنيون بالمركز الاستمرار بالمتاح، لكن الألم أكبر، والأعداد القادمة من ريف الحديدة والمحافظات القريبة منها يبدد جهدهم ويضاعف من مخاوف السرطان الذي لا يرحم. وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي يدعوان لعقد جولة جديدة من المشاورات. ارتفاع قتل المواجهة المستمرة في الضالع إلى 14 مسلحا. فعاليات احتفالية في تعز المحاصرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وصلنا إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم العودة لموقع القناة الإلكتروني والتفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.